تعالوا بقى نشوف الجديد في موضوع الانتخابات المنتظرة. الجديد في الانتخابات ليه مشهدين. مشهد عبثي معتاد كالعادة من زاوية النظام اللي كل حاجة في البلد بتأيده وبتترجاه. انزل بقى يا احمد، انزل بقى يا عبد الفتاح، وانزل يا جميل في الساحة وترشح كده بالراحة زي ما هتشوف كده. انا قلت لك هنسمع عن ده كتير. كلنا معاك، طلاب من اجل مصر يناشدون الرئيس السيسي مش عارف ايه بالترشح لانتخابات الرئاسة، والنبي يا حاج انزل هنضيع من غيرك. طبعا لازم المشهد المقرف ده يفضل يتعاد ويتكرر وبقى مقرف وممجوج، ولكن هتشوفه كتير لحد ما هو ايه ينزل يا جميل في الساحة ويترشح كده بالراحة. محمد الباز استقبل ثلاث مداخلات تقريبا من طلبة الجامعة، كلهم طبعا قروا اللي مكتوب لهم في الورقة بالظبط. تقدروا تدوروا بقى على مداخلاتهم عشان انا ما عنديش وقت اعلق على هيافة لا الباز ولا اللي كان الشغل خايب اللي بيعمله ده في المشهد. برضو ما تعرفش ده تحسبه على النظام، تحسبه على النظام والعبثية ولا على الجد، يعني هو بجد ولا عبث و يعني ما تقدرش تحدد. خبر زي ده مثلا، مصدر من المتحدة: المراجعة الرقابية أجلت عرض لقاء فريد زهران على دي ام سي. يا سلام. ممكن تقول النظام بيلمع فريد زهران وبيعمل منه بطل علشان يبقى في نفس مستوى طنطاوي ويقطع عليه. دي خطة حلوة من النظام عشان يضرب المعارضة اللي داخلة قدام السيسي في بعض، فتبان قدام النظام ان يعني مش طنطاوي لوحده، ده في حد هنا اسمه فريد زهران. او بيقول للحركة المدنية لو هتختاروا واحد فالاولى خدوا فريد زهران. بمناسبة ده النظام خايف منه من كلامه، مع ان انا عارف وانتوا عارفين ان يعني المصريين في اسامي كده بتتقال ما يعرفوش عنها حاجة. ده تفسير وارد. ممكن تفسير تاني ان الراجل ده مرشح بجد والنظام هيعمل معاه زي اللي عمله ولسه بيعمله مع طنطاوي. بس هو السؤال، لو فريد زهران لو النظام خايف والآن من فريد زهران، طيب عمل دعوة، عملوا له دعوة ليه وعملوا له مقابلة على قناة من قنوات المتحدة بتاعت المخابرات لا دي ام سي؟ لو هو جامد كده ليه بيحرقوا نفسهم؟ مش عارف يعني. عموما الايام حبلة بالمفاجآت، هنشوف ونسمع اكتر من كده بكتير. لكن اللي عايز اقوله هنا لازم نقول كلمتين مهمين، ان اللي بيحصل ده عبث، واذا كان مش مقبول ان احزاب موجودة تقول انها بتأيد السيسي، لان مفيش حاجة اسمها احزاب موالاة برضو لانهم كلهم بتوع السيسي، هو اللي عاملهم من مخلفات القوات المسلحة، برضو مش مقبول من ناس بيقولوا انهم حركة واحدة ومعارضة للسيسي، مش مقبول انهم يرشحوا ثلاثة عشان ينافسوا بعض. ده بيصب في مصلحة عبد الفتاح السيسي. صحيح هي مسرحية، محدش هيفوز قصاد السيسي، والسيسي هيعمل كل اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك. لو وصلت انه يخلص على اللي قدامه ممكن يخلص عليه وما يتأخرش، ما عندوش مشكلة. لكن برضو ندخل المسرحية، تدخلوا المسرحية يا جماعة صح وإلا بلاها من الأصل. لكن بالمنظر ده انتوا بتضحكوا الناس عليكم وبتدوا قبلة الحياة لعبد الفتاح السيسي مش أكتر من كده. بالمناسبة صحيح، هو ليه بدأتوا بدري تجمعوا البطايق من الناس؟ يعني المدرس في المدرسة، أنا دلوقتي مش بقولك عن العوام والغلابة، ده المدرسين والموظفين بتوع السجلات المدني وغيرها بيتقال له هات بطاقتك وخدها من السجل المدني وانت بتعمل توكيل لعبد الفتاح السيسي. ده الجديد. انتظروا ملايين التوكيلات لعبد الفتاح السيسي اللي بتقول له انزل الانتخابات أرجوك لو سمحت. الفكرة دي ما خطرتش على أعتى عتاد الديكتاتورية في العالم طبعا، يعني عبد الناصر، الناس دي كانوا غلابة ضد قدام اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي، وعبد الناصر كان عنده شعبية بالمناسبة. دلوقتي الموظفين، موظفين الدولة المصرية بتتاخد بطايقهم ويقول له مش هتاخد بطاقتك غير لما تروح تعمل بيها، تروح تمضي بس على التوكيل جاهز، روح اعمل التوكيل والتفويض وقول له انزل. يا جماعة انتوا عايزين ايه؟ ده ايه ده؟ ده اللي بيبيعوا اللبن واللي بيبيعوا الجبنه واللي بيبيعوا الزبده واللي بيبيعوا الحمام والطيور والعربيات والطيور المجنحه وكل هاجع وناجع ونايم على صرصور ودنه
عامل اعلان في الجرايد وعلى السوشيال ميديا انه بيقول للسيسي انزل احكمنا. طلبه الجامعات واساتذه الجامعات واساتذه التعليم الخاص والتعليم اللي ملوش لازمه والتعليم اللي جاي واللي لسه ما جاش بيقولوا له انزل احكمنا الله يخليك. على خيبه ايه؟ ايه الانجاز يعني؟ يعني لما يبقى الدولار ب 40 جنيه دلوقتي ولا ب 35 جنيه، ايه الانجاز؟ لما تبقى اللحمه ب 350 وب 400 جنيه، ايه الانجاز؟ لما يبقى كيلو البصل ب 35 جنيه وب 30 جنيه، ايه الانجاز؟ لما تبقى الناس مليانه بيوتها بالهم والغم والفقر والعوز، يبقى ايه الانجاز؟ يحكمكم ليه؟ انت البعيد ما عندكش دم. انت البعيد مش شامم نفسك، مش حاسس باللي انت بتعمله في الناس. وكمان بتتأمر على الناس وتقول انزلوا وانتوا اطلبوني احكمكم وكمان اعملوا لي توكيلات. ده الجديد يا جماعة اللي انتوا ما تعرفوهوش، ان دلوقتي الاحزاب 80,000 حزب بايع وقال له انزل يا جميل في الساحة وترشح كده بالراحة عشان احنا شعب لمؤاخزة عايزك تكمل حكم، والطلبة وكل الناس بيطلبوا منه انه يترشح. دلوقتي هتلاقي توكيلات الفقرة الجاية في السيرك اللي احنا فيه، فقرة التوكيلات هتلاقي ناس رايحين بقى كاتبين له توكيلات. مين الناس دي؟ الناس دي غلابة، الناس دي موظفين. بيجي المدير يا أستاذ محمد مدام سامية يا جماعة البطايق لمونا البطايق وخدوها من السجل المدني يلا بسرعة لو سمحت، ومش هتقبضوا إلا لما تعملوا التوكيل علشان عظمة جلالة سمو يترشح. طب وبعدين يا جماعة؟ يا جماعة الموضوع مش واقف، الموضوع مش واقف على كرتونة الزيت والسكر والسمنة والخيبة التقيلة ولا الفرخة والخمسين جنيه اللي بتوزعوها على الغلابة اللي بتاخدوا بطايقهم من العوام الناس اللي على قد حالها. احنا عايشين في المسخرة. عايز تعرف يعني ايه مسخرة؟ ده اللي احنا عايشين فيه، ده اسمه المسخرة. اللي جابتنا لورا بالمناسبة ومش ساجع ده هو اللي حاصل دلوقتي. في وقت فيه الناس مش لاقيه تجيب كيلو بطاطس وكيلو طماطم ومش عارف ايه، بيقول لك لا هو مش هينزل كده يترشح، انتوا اجبروه، بوسوا ايده واحب على ايدك يا بيه ترشح هنضيع من غيرك. مع ان الجيش ليه وجهه نظر مختلفه، وهقول لك دلوقتي في المشهد برضو. تعال هنا، تعال هنا. في المشهد برضو بتاع الانتخابات هتلاقي عماد جاد المتحدث باسم التيار الحر لسه بيكرر نفس الكلام اللي عمل ضجة كبيرة من كام يوم. فاكرين عماد جاد طالع يقول كلام مرتبط وليه علاقة بترشح الفريق محمود حجازي نسيب السيسي ورئيس الأركان الأسبق. ادي كلام عماد الجديد للمرة الثانية وقبل فوات الأوان. رأي اكتبه بصفة شخصية لا يمثل الحركة المدنية ولا حزب المحافظين ولا التيار الحر. ارتفاع جنوني في الأسعار، ارتفاع أنين الشعب، تضخم الديون، طائرة زامبيا، فضيحة رشوة السيناتور مينديز، تواري دورنا الإقليمي، والبقية تأتي. ترشح الفريق محمود حجازي هو الحل، هو الحل لوقف التدهور الشامل وتوقف الاندفاع باتجاه نفق مظلم طوق النجاة لمصر مؤسسات وشعب حاضر ومستقبل. ترشح الرجل ببرنامج إنقاذ وطني لحل المشاكل، مشاكل الداخل المعقدة والمركبة وإعادة مصر إلى موقعها على الخريطة الإقليمية والدولية. ترشح الفريق محمود حجازي يمثل الأمل في استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، يضع بلدنا على أول طريق التعافي من أزماتها ومشاكلها الراهنة، ويضعها على أول طريق الاستقرار والتنمية الشاملة، ويبدأ رحلة تحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة. الكلام ده عماد جاد بيقول فيه كل اللي احنا بنقوله هنا. الكلام ده محامي مصري قبطي من أهل مصر بيقول بلسان حاله هو هناك جوه مصر. يا جماعة مصر بتضيع، عنده وجهة نظر مين اللي يلحق ينقذها، ولكن كل كلمة قلناها وكل كلمة قالها كل شريف وطني بيحب البلد دي بيأكد عليها عماد جاد دلوقتي من جوه ده. يا ترى الكلام ده ممكن يوصل للكنيسة؟ يا ترى البابا توادرس ممكن يقف مع عماد جاد في الكلام اللي عايز ينقذ بيه مصر، ولا البابا توادرس هيخلي مصلحته أعلى من مصلحة البلد؟ عماد جاد أنا لا ببص لمركزه السياسي ولا لدينه ولا الخلفية السياسية، أنا بتكلم عن عماد جاد المواطن المصري اللي عنده وجهة نظر عشان ينقذ بيها البلد من الحال اللي وصلت له دلوقتي، والمتسبب فيه واحد بس اسمه عبد الفتاح السيسي. وجهة نظره في الحل تعالى نتناقش فيها، إنما كل مشكلة تكلمنا عنها
كل فضيحة عملها النظام، تواري مصر، صغر دور مصر، الفضايح اللي ملحقانا 3-4 فضايح في أسبوع واحد، كل ده بيقره عماد جد من جوه مصر. عماد ما حدش هيقول له أنت خاين وبتتمول، ده يطلعوا يتشطروا بيه علينا احنا، بس احنا لخاونة ولا بنتمول، احنا لخاونة ولا بنتمول، احنا مصريين بنحب البلد دي وعارفين ان الطريق ده اللي بدأه عبد الفتاح السيسي من 2013 اخره جحيم، اخره انهيار للدولة المصرية لا قدر الله. تعال نشوف، شفنا كلام عماد اللي قاله، طيب تعال نشوف الكلام القديم، خلينا هنا نشوف كلام عماد القديم، قال ايه عماد قبل كده كمان. المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر عماد جاد للمرة الثانية وقبل فوات الأوان، رأي أكتبه بصفة شخصية، ترشح الفريق محمود حجازي هو الحل لوقف التدهور الشامل، هو الحل لإعادة مصر إلى موقعها على الخريطة الإقليمية والدولية، يمثل الأمل في استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة. مصر لا تحتمل استمرار السياسات الحالية ولا نريد العودة إلى مرحلة الفوضى. مصر ما تحتملش السيسي، ما حدش هيقدر يتكلم ويجيب سيرة الجيش أو حد من قياداته إلا إذا كان عنده ضوء أخضر بكده. وكلام أنا سمعته من مصادر وازنة إن محمود حجازي اتقدم للمجلس العسكري قبل كده 3 مرات بطلب السماح إنه يترشح للانتخابات اللي جاية ورفضوا. ليه؟ لأن السيسي مش عايز حد ينافسه من جوه المؤسسة العسكرية، بالرغم من إن في أعضاء جوه المجلس العسكري المصري موافقين على ترشح محمود حجازي، وفي قيادات وازنة في الجيش المصري موافقة على ترشيح محمود حجازي. أنا مش بسوق له، بس أنا بقول لك معلومة. بالمناسبة ما تنساش إن عماد زي ما قلت لك عماد جد مسيحي، فالكلام ليه أبعاد مش واضحة في الصورة. خد بالك، اللي يهمنا انه بيتكلم في توصيف الواقع نفس اللي بنقوله هنا. نختلف احنا وهو مش مشكلة، بس بيجمعنا الوطن، الوطن والحل المشاكل الوطن في ان عبد الفتاح السيسي يمشي، ده محل الاجماع من الكل بالمناسبة. يمشي بقى يجي مكانه محمود حجازي، يجي احمد طنطاوي، يجي سامي عنان، يجي اسامة عسكر، يجي اللي ما يجي، دي قرارها الشعب في الانتخابات. دي انتخابات نزيهة بإشراف دولي، انتخابات محترمة ما فيش حد يتدخل فيها، واللي ينتخبه الشعب أهلا وسهلا يحكم. لكن الناس كلها اللي بتحب البلد دي مجمعة على إن السيسي لازم يمشي. ليه لازم السيسي يمشي؟ عشان حاجة واحدة بس، عشان مصر تعيش. السيسي يمشي عشان مصر تعيش، دي المعادلة، يا مصر يا السيسي، يا دولة وشعب وكيان ورافعين راسنا وعايشين بعظمة بلادنا وتاريخها ويبقى واقعها زي تاريخها، يا تحط راسك في الأرض وتقبل بقى زي عمرو أديب اللي يعمل لك كده واللي يعمل لك كده واللي يعمل لك كده. لا قدر الله أبدا إن مصر توصل بيها الحالة دي للمرحلة دي أبدا، إن شاء الله ما يوصلش وما يحصلش ده أبدا.